مباراة تألق المهدي سليمان، أيوة هو اللي في الصورة ده، المهدي سليمان أرخم حارس في مصر. تعادل النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري 1-1. ما نستاهلش نكسب ليه؟ عشان عملنا شوط أول زي الزفت، عشان عملنا شوط أول ما جيناش فيه المباراة، وعلينا ضرب الجزاء صحيحة بتاعت يحيى عطية الله. هقول لك كل حاجة، مباراة سيئة جدا، وتعادل للنادي الأهلي ونقطة، وبنفقد نقطتين بدري قوي في الدوري ما كناش محتاجين نفقدهم دلوقتي، كان لازم الأهلي يفوز. ضيعنا فرص كتير 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 جدا في الشوط الثاني خصوصا، اللي الأهلي بدأ بيه بشكل مغاير. يعني إيه ماتش في الدوري يبقى عندي فيه ضربتين جزاء الأهلي ياخد ضربتين جزاء واطلع متعادل؟ يعني ايه ضربتين جزاء في ماتش؟ ضربتين جزاء يعني المفروض 2-0 الاهلي عشان يسجل جولين في فرقه في الدوري يبقى الماتش خلصان، واطلع متعادل ليه في اخر الماتش اطلع متعادل؟ ليه اضيع ضربه الجزاء الاولى؟ ليه امام عاشور يدخل يشاطها اصلا؟ امام عاشور مش من مسددي ضربات الجزاء في الاهلي، المفروض عندي وسام ابو علي وعلي معلول، الاثنين مش موجودين، بعديهم بيجي عمرو السوليه ورامي ربيعه قبل امام. جو المجاملات وان انا عايز امام يشوط عشان يحتفل، او عايز مش عارف كهربا اديله واحده ضربه جزاء يشوطها عشان يرجع. يا عم فكك من الكلام ده، يا عم انا عايز اكسب. يدخل عمرو السراي قسما بالله قبل ما ضربه الجزاء الاولى تتلعب، ارجع لرد فعلي اتفرج عليه، ارجع اتفرج على رد فعلي كده. قلت ليه امام ما السوليه او ربيعه، بس ده ما يمنعش ان حارس المرمى المهدي سليمان. يا عم مفيش كده، دي كوره يا عم، هي دي كرة اهو المهدي سليمان هو نجم الماتش على فكرة، عمل تصديات خرافية للاتحاد، لكن مفيش كده يا عم، مفيش ضربتين جزاء يجوا اروح اشوط في الكرة واروح مش ايه. يا عم البيض ده يا عم، انت بتلعب في الشارع، ما تلعبوا كرة للكرة بقى، ما تلعبوا كرة عدل. حكم في ضربة الجزاء الاولى راح مديله انذار، طب في التانية ما هو عمل نفس الكلام، بس مش هيقدر يديله انذار التاني ويطرده، مستحيل، والمهدي سليمان عارف، فراح يرخم تاني. لكن عمرو السوليه اهدى، عمرو السوليه هادي وراسل حاططها في النص قويه ضمنها جول. لكن امام عاشور راح مطوق شطها، جات لي هنا، جات في دماغ عادل شكل في المدرج، كره اتشطت جات في دماغ عادل شكل حرفيا، ردت عندي هنا في الشقه. ايه ده يا عم؟ ازاي ما في ضربه جزاء تتشط كده؟ في ضربه جزاء تتحط بالشكل ده؟ وانا لما الجول طول معاك فيها، لما المهدي طول معاك فيها، كان نفسي حد غيره يخش، كان نفسي يخش ربيعه، او كان نفسي يخش السوليه، حد اهدى، حد عنده خبرات اكتر، لان الكره واضح الرخامه من المهدي سليمان. قعدنا نص ساعه يا عم في الشوطه الاولى، عد معايا الوقت كده تلاقي 5 دقايق من مراجعه فار لرخامه لعيبه اللي بيدخلوا ال 18 لاعتراضات من الاتحاد للمهدي سليمان مش عايز الكره تتشاط. يا عم ارحمنا، يا عم ارحمنا. وعمل بقى تصديات تحس ان بوفون عاد كده من جديد بيلعب في الاتحاد السكندري، تصديات اعجازيه. ده في كوره كانت تسلل الكوره، لكن اتشاطت الاولى خرجت من على خط الجول، راح حاططها حسين الشحات، طلع من تحت الارض المهدي سليمان راح صاددها. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم انت في البرايم بتاعك مالك النهارده؟ كل ده ما عنديش فيه مشكله، يموت نفسه على انه يصد ويجيب نقطه لفريقه ما عنديش مشكله، لكن اللي بيعمله في ضربات الجزاء الاثنين مش طبيعي خالص خالص خالص، اقسم بالله. خلينا نتكلم عن شويه تفاصيل. غياب وسام ابو علي بيأثر معاك بشكل كبير جدا. انت الشوط الاول مش عارف تهاجم اصلا، مش عارف تضيع فرص ومش عارف تعمل فرص، الشوط الثاني جالك فرص كتير قوي بس انت مش عارف تفنش، كل الكرات ضايعه لان الفينشر بتاعك وسام ابو علي مش موجود، وانت ما عندكش بديل ليه. في غياب وسام ابو علي مفيش بديل في النادي الاهلي، مفيش مهاجم موجود، بتلعب بكهرباء اللي بعيد قوي، جاله كذا انفراد النهارده، لو وسام موجود برجل واحده هيجيبهم، وسام ابو علي لو بشماله بس النهارده هيجيبهم. كهربا بيضيع لي واحده بره، وواحده بيصدها الجول، واحده جايه له راسيه متقشره، مفيش كده، لو انا هجيبها جول حاططها بدماغه كده بشكل غريب جدا بره. تضيع 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 من كهربا، فرص كتير جدا ضيعها النهارده، مع ان جاله اكتر من كوره. امام عاشور تحس انه كان متارجت كهربا النهارده، مركز عليه، انا هخليك تجيب جول، يعني هتجيب جول من كرات طوليه لي 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 كذا كوره لكهربا. مفيش مش قادر يسجل، بعيد جدا عن الماتشات، مش جاهز خالص. لو وسام ابو علي برجل واحده كان سجل جولين النهارده اقل حاجه، بس تضيع فرص كتير جدا. بقول لك بيجي لك ضربتين جزاء بتسجل جول واحد، ماتش في ضياع كل الفرص اللي جات لي في الشوط الثاني دي مع ضربتين جزاء، واطلع في الاخر مسجل جول واحد، ما انا لازم اتعادل، غير ان عليا ضربه جزاء صحيحه. الناس اللي عماله بتكتب لي في الكومنتات ضربه جزاء يحيى عطيه الله صحيحه، ضربه جزاء على الاهلي ما اتحسبتش، خطا تحكيمي، وبالنسبه لي حكم الفار هو اللي غريب،
كان لازم يندى الحكم، وكان ضرب الجزاء على النادي الاهلي في اول 15 دقيقه من الماتش. كره جت في ايد يحيى عطيه، تقول الكره تتحسب ضرب الجزاء، وضربتين جزاء النادي الاهلي صح، عشان بس نقول كل حاجه، ضربتين جزاء النادي الاهلي صح. الاولى اللي بيقول لك من بره ال 18، لا مش من بره ال 18، من جوه ال 18، واللاعب متهور ولاعب غبي بصراحه انه يعمل فاول مع حسين الشحات، مع ان حسين الشحات لم الفرقه كلها، وكان هيشوط كان ممكن تيجي جول، لكن ضربه لحسين الشحات ضربه جزاء صحيح. الثانيه بتاعه الطاهر ضربه جزاء صحيحه، الاثنين ما فهمش كلام، الاثنين ما فهمش كلام. خلينا نتكلم عن تفاصيل المباراه. قرف والله، قرف والله، وحرق الدم ونقطتين يضيعوا منك بالاونطه خالص. يعني كان سهل قوي تكسب، ما تهجمش عليا كتير، جه عليا كام كوره وكام فرصه، اديني جه عليك فرص قد ايه؟ مفيش مفيش، هي كوره ضربه الجزاء اللي كانت مستحقه اليوم، والجول اللي سجلوه وبس على كده. الجول اللي سجلوه خطا من كوكا بطريقه غريبه جدا، خالد عبد الفتاح تمركز خاطئ جدا، حاول يعمل البلوك قدامه رامي ربيعه، الشوطه جامده، لكن الشناوي، الشناوي ايه بقى؟ الشناوي ايه؟ مش ناقص وجع قلب؟ مش هفضل انتقد الشناوي في كل مره والناس تقول لي انت مستقصد محمد الشناوي، انت بتيجي على محمد الشناوي؟ يا عم هو وحش، يا عم يا عم هو ما بيعملليش تصديات، يا عم كم تصدي النهارده يا محمد الشناوي؟ ها شال لي ايه النهارده؟ ولا حاجه. تقول لي ما هي الكوره واحده اللي جت عليك، ما جت في جول يا باشا، ما الكوره واحده جت عليا جت في جول، يعني اعمل ايه؟ كوره واحده جت عليه جت في جول. ما تقوليش بقى ان هو حارس عملاق وحارس مش عارف ايه، لا حارس عادي، حارس عادي جدا بيعمل تصديات للكرات العاديه، لكن اول ما الكوره بتيجي بين الثلاث خشبات جامده بتخش. الاهلي بيبدا ب 4-3-3 او 4-2-3-1، الشناوي في حراسه المرمى للاسف، للاسف والله. يا جدعان وقفوا شوبير، يا جدعان يا جدعان ادوا شوبير بقى، كرة زي دي كان ممكن يصدها. اه ما هو انت حارس كبير يا شناوي، عشان تصد لي واحده زي دي؟ عشان هي جت عليك واحده في ماتش صدها لي، صدها لي. رباعي في خط الظهر، اكرم توفيق اللي ما بيهاجمش ابدا، اللي ما يفقهش حاجه عن الهجوم، باك يمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، سيء يحيى عطيه الله، سيء سيء جدا النهارده. ثنائيه دفاعيه، خالد خرع عبد الفتاح، ما اعرفش ده اصلا بيلعب في النادي الاهلي ليه؟ ليه؟ لماذا خالد عبد الفتاح يمارس كره القدم اصلا؟ باك يمين اساسا، هو اساسه باك يمين، طب تصنيفه في الاهلي كام في الباك اليمين؟ مين احسن باك يمين في الاهلي؟ عمر كمال عبد الواحد، بعديه مين؟ محمد هاني لو موجود، طب بعديه مين؟ لو كريم كريم فؤاد موجود هيبقى هو، بعديهم اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح يجي رقم خمسه، بعد كل اللعيبه. طب لما بيلعب سيردي باك، رامي ربيعه وياسر، ويوسف ايمن اللي ما لعبش حلو مع الاهلي قبله برضه لو موجود هو اللي هيلعب، واشرف داري اكيد قبله يجي هو رقم خمسه، يعني هو اخر واحد في كل المراكز. يعني هو في اي مركز بيشارك فيه هو اخر واحد في الفرقه، هو ما بيلعبش غير لو الفرقه كلها اتصابت، طب ده ينفع؟ طب ده لاعب؟ ده لاعب يبقى موجود في النادي الاهلي معايا؟ حاجه تقرف طبعا. خالد عبد الفتاح خط دفاع، وجنبيه رامي ربيعه، واحد من نجوم الماتش والله، بالكرات الطوليه اللي عمال بيلعبها، رجليه مسطره، رجليه مسطره. ثلاثه في نص الملعب، السوليه كوكا قدامهم، امام باشا، امام عاشور على اليمين، طاهر، طاهر اللي فايق جدا بدنيا، بدنيا فايق، لعيب واقف على رجليه بدنيا، قوي سريع بس، لكن انا بالنسبه لي فنيات طاهر برده مش احسن حاجه، معلش معلش مع احترامي ليكم، عارف ان كله بيطبل لطاهر دلوقتي، بس انا مش هطلع اطبل له وخلاص، وهتفتكروا كلامي بعد كام ماتش. طاهر مش وينج النادي الاهلي، هندعمه وهنقول له ممتاز يا طاهر وكل حاجه وكمل زي ما انت، هو افضل لعيب في الاهلي النهارده، هو احسن واحد في الاهلي النهارده، لكن هل طاهر ده هو وينج النادي الاهلي؟ انا بقول لا، انا مش شايف كده. لعيب كل راس مرمى في الكوره ان هو قوي بدنيا، بيدوس مش عارف، في كوره قطعها النهارده، في كوره قطعها في اول الماتش، رايحين 5-2، 5-2، عايز يرقص ويشوط اتعمل عليه بلوك والكوره طلعت، كان بمنتهى السهوله لو عنده ب 2 جنيه عقل يعمل باص جنبيه كده جول، جول بمنتهى السهوله، رايحين 5-2 يا راجل، الفرقه كلها رايحه. انا بشوف ان طاهر، محمد طاهر اقل من النادي الاهلي، خدها مني يا عمي كلمه دلوقتي في عز تالقه والناس كلها بتطبل اهو، صور لي الحته دي، طاهر محمد طاهر وهو في عز تالقه كده، اه هندعمه، احنا بندعم اي حد جوه الاهلي، لكن انا شايف ان طاهر والله ما لاعب النادي الاهلي خالص. الناحيه الثانيه حسين الشحات، وفي الامام كهربا اللي بقى له 180 سنه ما لعبش، فطبيعي يضيع النهارده 1000 جول، طبيعي اذا كان هو لما كان بيبقى رجليه في الملعب بيضيع 1000 جول، جايبهولي بعد ما كان مركون في الثلاجه، ما طبيعي هيضيع، ما طبيعي هيضيع، انا ما عنديش غير وسام، وسام النهارده بنص رجل، بنص رجل يسجل جولين مستريح. بدات المباراه ضغط اهلاوي مرعب، ضغط اهلاوي قوي جدا من قدام، وهو ده بابا فاصوليا النهارده، بابا فاصوليا بتاع الاتحاد بيطلع بالكره من ورا لقدام، والفرقه اللي بتطلع بالكره من ورا لقدام قدام الاهلي انا المفروض اسجل فيها يجي 5-6 جوان، اسجل فيها كتير على طريقه ايهاب جلال الله يرحمه، يعني افتكرناه كده فنترحم عليه، يا ريت ربنا يرحم ايهاب جلال يا رب، ويرحم احمد رفعت، ايهاب جلال كان بيلعب بنفس الطريقه بالخروج بالكوره من ورا لقدام رجل لرجل، الكلام ده مش موجود في فرقه مصريه،
الكلام ده في الفرق المصريه قليل قوي. فالنهارده بابا فاصوليا بيعمل نفس الكلام، بيطلع بالكره من ورا القدام فبتضغط بتقطع منه الكوره في الدقيقه 3 على طول، ضغط طاهر دب دب دب، لعيبه الاهلي بيضغطوا في كل حته، قطع طاهر الكوره وراح بيها على الجول. معاك خمس لعيبه، معاك الشحات ومعاك امام ومعاك كهربا ومعاك 100 لاعب باص يا اخي، ما بصهاش، عايز يرقص وعايز يشوط، وحاسس ان انا النجم الفتره الاخيره هيدي جول، جيبها جول. احنا لسه في اول الماتش، ما جاتش عادي فعلا، ما جاتش، بيتعمل بلوك قدامه، بتخرج الكره ضربه ركنيه، اترفعت لعيبها ربيعه بره، بتضيع فرصة هدف أول في الدقيقة 3. بعد كده ضربة الجزاء بتاعتهم يحيى عطية الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء ما أقدرش أتكلم، ضربة جزاء 100% صحيح، ما حسبهاش الحكم، الفار ما ندهوش، ما أعرفش ليه، علامة التعجب بالنسبة لي، أخطاء التحكيم المستمرة في الدوري المصري. بعد كده فاول بتتلعب بسرعة في الدقيقة 15، بيلعب حسين الشحات بيرقص وبيشوط، بتتصد من الجول، لكن الشوطة كانت ضعيفة جدا. والمهدي سليمان زي ما بقول لك النهاردة في البرايم بتاعه، في البرايم بتاعه بوفون بينبعث لينا من جديد. بعد كده في الدقيقة 26 ضغط رفع من امام لكهربا، رأسية مفيش كده يا كهربا، محدش بيلعب بدماغه كده، كورة جول 100%، كورة جول 100% بتضيع من كهربا. انا عايز كهربا لو هيلعب يرجع وينج، انا اصلا ما عنديش وينجات، لا عندي وينجات ولا عندي مهاجمين، انا عندي وسام ابو علي بس في الشق الهجومي، كل وينجاتي انصاص انصاف وينجات، ومهاجمين عندي وسام ابو علي فقط. فلو لاعب كهربا يديله في الوينج، خلينا نشوفه وينج يا عم، خلينا نشوفه وينج. يلا بتضيع الكره، راسيه كهربا بره. بعد كده في الدقيقه 38 الشحات ضربه جزاء صحيحه 100%، الحكم بيحسبها عن طريق الفار، دخل امام عاشور، داخل باشا امام عاشور يشوط. ليه امام؟ ليه امام عاشور؟ ليه مش السوليه؟ ليه مش ربيعه اللي بيشوطوا قبل امام؟ ليه المجاملات؟ ليه عايز ادي لعيب بعينيه هو اللي يشوط عشان حاجه معينه؟ عشان ياخد سوكسي معين؟ عشان يعمل لقطه معينه؟ يا عم بلاش، احنا الكلام ده مش بتاعنا. مارسيل كولر غلطان بالنسبه لي في الكره دي. اللعيبه الترتيب بتاع اللعيبه اللي بتسدد ضربات الجزاء هو اللي يحصل. منفذ ضربات الجزاء في الاول دلوقتي مين؟ في غياب علي معلول وفي غياب وسام ابو علي، عندي السوليه وعندي رامي ربيعه، يخش واحد فيهم يشوط، ما يخشليش امام. دخل امام، توتر كبير جدا، حارس مرمى بيضة موجود في حراسه المرمى اسمه المهدي سليمان، بياخد انذار بسبب تضييع الوقت، وبسبب انه عايز يخش يشوط الكوره، وبسبب انه عمال يبيض علينا، خد له انذار، نفس اللي عمله في ضربه الجزاء الثانيه، بس الحكم ما ادالوش، مش هينفع يطرده، مش هينفع يطرده، هو حارس بارد. دخل امام، توتر كبير جدا، الكوره طولت جدا، اعصاب مفيش، شاطها في السماء، في السماء حرفيا، جت في دماغ عادل شكل، جت في دماغ عادل شكل، ردت عندي انا في الشقه، حاجه صعبة جدا. بينتهي الشوط الأول، شوط سيء من الأهلي، مع إنك ضغطت فيه ضغط عالي، ضيعت كذا كورة، لكن شوط بالنسبة لي ما كانش أحسن حاجة. الشوط الثاني نار الأهلي. أنت بادئ بشكل قوي جدا الشوط الثاني وضيعت كمية فرص مش طبيعية، كان في كورات تبقى جوه ال 18، شوط من اليمين ومن الشمال ومن النص، تسديد تسديد تسديد، بلوكات من الدفاع وحارس المرمى، وتصديات كتير قوي. تصديات كتير قوي، مموتين نفسيهم حرفيا. مستقتلين دفاعيا وراكنين الاتوبيس ورا عايزين يطلعوا بالتعادل. ضرب الجزاء اكرم توفيق واحده كان ليه ضرب الجزاء في الدقيقه 53، ضرب الجزاء صحيحه والله لاكرم توفيق ما اتحسبتش، كان صعب ان الحكم يديك ضرب الجزاء تانية، اداك اساسا التانية لطاهر لان ما كانش فيها كلام بعد ما كان مفوت عليك ضرب الجزاء اكرم توفيق. هو ليه ضرب الجزاء بتاعت يحيى عطيه الله هاند بول، وانا ليا ضرب الجزاء بتاعت اكرم توفيق في الدقيقه 53، راجعها هتلاقيها ضرب الجزاء كتف في ظهر اكرم توفيق اللي كان رايح انفراد بيقع في ال 18، ما بتتحسبش. بعد كده في الدقيقة 57 السوليه بيدي كهربا انفراد كامل، كهربا طبعا بيشوط في الشبكة من بره، ما يجيبش جوال كهربا، صعب قوي ان هو يسجل، عايز مثلا 10 انفرادات عشان يسجل لك منهم واحد. في الدقيقة 58 بعد كده تسديدة من الشحات، بعد كده تسديدة من طاهر، تسديدة من السوليه، تسديدة من ربيعة، دب دب دب، قصف قصف قسما بالله المرمى للاتحاد السكندري. الجول يصد مرة، ومدافعين يعملوا بلوك مرة، وتصديات تصديات تصديات، أربع لعيبة بيشوطوا كل واحد فيهم تيجي جول. شحات شوطه اولى بيتعمل لها بلوك، بعد كده طاهر بيلف ويشوط يصدها حارس المرمى، السوليه يشوط واحده على الطاير تتصد، بعد كده ترجع لربيعه يشوط تتصد، وكان في مطالبه بضربه جزاء انها لمست ايد المدافع ما شفتهاش ما اقدرش احكم عليها. بعد كده واحده على الطاير من امام عاشور صاروخ، واحده من الاجوان اللي لما بيجوا بيبقى افضل هدف في الموسم. بيصدها حارس المرمى بتصدي غريب، بتصدي غريب اقسم بالله من المهدي سليمان. في الدقيقة 65 ضربة جزاء صحيحة 100% لطاهر من طولية رامي ربيعة اللي بالمسطرة بيعمل طوليات من ورا، استلمها طاهر ودخل بيها وخد ضربة جزاء شاطها السوليه جول. حارس المرمى عمل نفس اللي عمله، عمل نفس اللي عمله بالظبط،
طلع قعد يبيض علينا، قعد مش عارف ايه، عايز يشوط الكوره بس الحكم مش هيقدر يديله انذار، التاني صعب هدده بس قال له اطردك، ما يقدرش يطرده. دخل السوليه حطها في نص الجول، ضمنها جول. بعد كده تغييرتين، بينزل تاو مكان كهربا من بدري المفروض، بينزل قفشه مكان امام عاشور برضه من بدري المفروض. تغييرين في الدقيقه 75، الاهلي هو اللي موصل الهجوم، هم بيهجموش علينا، ربيع بيدي واحده لتاو بيرقص حلو قوي، تاو يلعب واحده بالعرض، شوطها السوليه تيجي للشحات يشوطها بشكل ممتاز، المهدي سليمان بيطلع، المهدي بيطلع من تحت الارض يعمل تصدي عملاق في الدقيقه 78. بيجيبوا التعادل هم في الدقيقه 87 في اخر المباراه، وكان طبيعي والله، كان طبيعي، كان طبيعي بعد كم الفرص اللي ضيعتها دي كلها، بعد تضييعك لضرب الجزاء والانفرادات كتير جدا ومش عارف تفنش، طبيعي انه يرد عليك بجول. بيرد على طول فان ديريك بجول، كره بتتسقط، كوكا طالع بدري جدا، الكره بتنزل من وراه انفراد، خالد عبد الفتاح ما عرفش اوت اوف بوزيشن ليه، الشناوي طبعا الشناوي انت فاهم، طالما كره جامده في الجول جول جول، فبيسجلها جول على طول. تعادل 1-1، بيعمل تغييرات، بيلحق كولر نفسه كده ينزل رضا مكان الشحات، ينزل محمد سمير اللعيب الصغير، ما عندوش حد على الدكه، ما عندوش حد على الدكه، هنرجع بقى تاني ما عملناش صفقات ليه، ما جبناش مهاجم تاني مع وسام ليه والكلام ده، ما عندوش مهاجم، بينزل سمير اللعيب الصغير مكان السوليه، ما تلحقش، بتحاول ان انت تضغط، ما فيش، تنتهي المباراه بال1-1 عشان الاهلي يفقد نقطتين في سباق الدوري بدري بدري، نقطتين افقدهم بدري كده حاجه تضايقني جدا. الدوري اي ماتش بتقع فيه مشكله، الاتحاد معاه 7 نقط، بيراميدز 7 نقط زيهم زيك، انت 7 نقط، الزمالك هيلعب بكره لو كسب يتصدر الدوري، لو كسب الزمالك ماتش بكره يوصل لل9 نقاط يتصدر الدوري. الاهلي 7، بيراميدز 7، الاتحاد 7، كلهم في الصداره. الزمالك هيلعب ماتش بكره مع المصري، ماتش صعب جدا، الزمالك معاه 6 نقاط والمصري معاه 4 نقاط، عندهم ماتش صعب مش سهل ابدا. الزمالك لو كسب يتصدر الدوري، لو يتعادل يتساوى مع الاهلي ومع بيراميدز ومع الاتحاد، لو خسر ان شاء الله يعني المصري ساعتها هو اللي يبقى 7 معانا والزمالك يفضل عندي 6. لايكات كتير يا شباب وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل في كل حته. تعال نقيم اللعيبه مع بعض كده واقول لك مين افضل لاعب في المباراه، تقييم اللعيبه هنزله فيديو لوحده، لكن تعال اقول لك مين افضل لاعب في المباراه ومين اسوء لاعب. افضل لاعب في الماتش 2 لعيبه، 2 لعيبه بالنسبه لي، اولهم رامي ربيعه ممتاز جدا جدا جدا، رامي ربيعه ومعاه طاهر، ومع طاهر الاثنين مميزين، والبيضه بتاعه الاتحاد المهدي سليمان هو نجم المباراه بالتصديات اللي عملها النهارده. اما الأسوأ فكتير سيئين النهارده، كوكا سيء جدا النهارده، سيء جدا، خالد عبد الفتاح سيء جدا النهارده، كهربا سيء جدا جدا النهارده، يحيى عطيه طلوع سيء جدا النهارده، كل دول لعيبه سيئه في الملعب، فانا هسيب الأسوأ ليك انت في الكومنتات، قول لي مين أسوأ لاعب في المباراه ومين الافضل من وجهه نظرك. سلام.